تواجهوا هاد لافاك هادي. حنا التدابير ديالنا راه كاين تراكم، كاين خبره، كاين اون اكسبيريونس اللي تراكمات. وكنا عرفنا في الموجه الثانيه واحد العدد ديال الاجراءات اللي تزات باش ما يوقع لنا حتى شي كارثه صحيه، ومنها مساله ديال الاكسجين. يعني المولدين ديال الاكسجين دابا كاين في ربع ديال المملكه المغربيه، كاين الاكتفاء اليوم ديال الاكسجين ليكيد، وكانوا اجراءات اللي كانت مواكبه لاستيراد ديال واحد الكميات ديال الاكسجين باش كنا المخزون نحافظوا عليه. واليوم كان عندنا مخزون اللي يفوت 17 اليوم ديال الاكسجين، الحمد لله اليوم ممكن نزيدوا نكملوا نحسنوا. اذا فبالتالي المساله ديال الاجراءات وداك الشيء ما كتبقى جزئيه وثانويه، بما فيها الادويه لان كنا عرفنا بعض القطاعات ديال الادويه واللي هي حقيقه ماشي القطاعات، لان المخزون ما بقاش، ولكن كانت مساله ديال التوزيع في السوق ديال المغربيه. اما هو الصناعه المغربيه ديال الدواء اللي هما كنحتاجوا في الكوفيد، كان ما يكفي لعلاج المرضى. درنا اجراءات رغم ان عندنا واحد النسبه متقدمه من التلقيح، وعندنا كذلك حاله وبائيه جد حسنه. يعني المغرب ولا اليوم منطقه خضراء، ولكن حنا ماشي في منأى على شنو غادي يجينا من على برا، حنا ما عارفين شنو يقدر يجينا على برا. ولهذا هذه المعادله باش نخليو الانعاش الاقتصادي والتجاري والاجتماعي، وباش نحافظوا على شي متحور وافد، وباش كذلك نخليو الحاله الوبائيه مستحسنه ونحافظوا على المنظومه الصحيه. وهذا الشيء علاش درنا هذه الاجراءات هذه. كيقول لك اللهم قليل مقطع ومداوم ولا كثير مقطع، دقه يعني ما يمكنش نعاود نحلوا البلدان اللي شافوا الضو وقالوا شافوا الضو حلوا وقعت انتكاسه، واليوم كيحاولوا كيحسبوا راسهم. كاين اليوم كاين بلدان اللي كدير الكونفينمون، ما تنظنش حنا واش نقدروا نديروا الكونفينمون مازال مره اخرى. اليوم كتهضروا على الباس فاكسينا، ولكن الا وصل الكونفينمون كل شيء يقول لك لا والضرر الاقتصادي والافلاس، راه ما بغيناش نوصلوا لذاك الدرجه. ولهذا علاش حنا كنديروا هذه الاجراءات وكنمشيو دقه جب، كنفضلوا ان يبقى واحد المستوى عالي ديال اليقظه والاحترازيه والاجراءات، ولا نوقعوا عاوتاني في المحظور. هاد الشيء علاش كنظن ان هاد الجدال اللي كاين حول الباس فاكسينال حقيقه هو ثانوي، جد ثانوي، لان 24 مليون راه تبارك الله المغاربه كلهم الاغلبيه ملقحين، بالتالي خصو يكون الاجراء ديالو. وما كنهضروش على الالزاميه، لان الالزاميه كتفضل بقانون، القانون هو اللي كيدير لوبليغاسيون ديال هذا الشيء. وفي الوقت اللي ان كاينين بزاف ديال الناس اللي كيتكلموا المشاكل ديال الفاكسان يقدر يكون اثار سلبيه، وراه هذه راه شحال 50 عام والفاكسان كاين، ماشي الفاكسان ديال الكوفيد هو اللي غادي يبدل المفاهيم ديال الفاكسان. وراه كاين تبارك الله دي ميدسان دي سيانتيفيك اللي كيعرفوا بان المكونات ديال الفاكسان اللي كاينين دابا في الكوفيد راه بحالهم بحال المكونات اللي كاين في لاغريب، بحال الليباتيت، بحال هذا بحال. واليوم راه حنا عندنا تقريبا اكثر من سنه ديال اللقاح، يعني راه ما بقيناش في المرحله الثالثه، راه حنا المرحله الرابعه وقربت سالي ديال 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 الفاكسان. وعندنا سجل اللي فيه الناس اللي حصلوا على الاثار الجانبيه، وبالنسبه للمنفعه ديال اللقاح اكثر من هاد الناس اللي عندهم الاثار الجانبيه. فبالتالي اللقاح هو مفيد للبلاد، ما عندناش الدواء، مازال حتى شي بلاد ما لقات الدواء ديال الكوفيد. خصنا نعرفوا بان السبيل الوحيد باش نحافظوا على الاقتصاد ديالنا ونحافظوا على الصحه ديالنا ديال المواطنين هو نمشيو في الوقايه والاجراءات الاحترازيه. الموجه اللي كانت فاتت قبل، وشوفوا واحد الملاحظه، ان جات الموجه الاولى كانت تقريبا الدروه ديالها في نوفمبر 2020 وكانت طويله، ولكن النسبه ديال الوفيات ديالها اكبر من الموجه اللي جاتنا في هذا غشت هذا 2021، المده ديالها اقصر ولكن نسبه الوفيات ديالها اقل. فبالتالي الموجه الثالثه تقدر تكون حتى هي كذلك الشراسه ديالها كبيره، وربما الاماته ديالها اقل. يعني غادي نلاحظوا هذا التطور الابيديميولوجي اللي غادي يبقى غادي وكيتطور. ما نقدرش نقول لكم انايا واش كاينه جرعه رابعه كسؤال ولا جرعه خامسه، كاينه جرعه ثالثه واللي علميا مثبوته، لان الملاحظ في هذا الوقت ديال 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 اللي وقعت في هذاك الموجه الثانيه ووقت ديال الذروه، لاحظنا ان الناس اللي كانوا مشاو للانعاش ومنهم الناس اللي كانوا ملقحين بجوج الجرعات
أغلبيتهم فاتوا 6 شهور. إذن المناعة كتقدر تقلص مع المدة الزمنية. ولهذا احنا ما كنعرفوش شكون هما الناس اللي عندهم ضعف المناعه. راه حنا بينا كاملين ما عرفناش شكون اللي فينا ضعف المناعه. كاين حقيقه بالمنطق ديال العلم الناس اللي عندهم الهشاشه الصحيه اللي عندهم كبر من اكثر من 65 سنه، ولكن واخا يكون عنده حتى 30 سنه يقدر يكون عنده امراض مزمنه، يقدر عنده هشاشه. واش هذيك الجرعه الثالثه عندها شي اثر سلبي اكثر من المنفعه؟ كتقوي وكتعزز المناعه اكثر من السابق. حتى بالنسبه للانسان اللي هو مصاب بالكوفيد كنعطيوه 4 الاسابيع ونزيدوا ليه جرعه لانه كنعززوا ليه المناعه كذلك ديالو. ولاحظنا ان الناس اللي كانوا عندهم اللقاح ودخلوا للانعاش كانوا كنديروا لهم الانتوباسيون ما كيخرجوش منها. دابا الناس واخا يكون انتوبي كيخرج العاد حتى الحده ديال الاثار وديال الاصابه ديال في الرئه تقللت بالنسبه للناس اللي عندهم الفاكسان على اللي ما عندهمش الفاكسان. اذا كاينه لجان علميه اللي هي وطنيه وكاينه دوليه وعندها نتائج كتعمل بها للحفاظ على السلامه ديال الصحه ديال المواطنين ولحفاظ كذلك عن طريق السلامه والصحه ديال المواطنين على الاقتصاد وعلى البلاد كامل. فبالتالي نظن انه استوفينا تقريبا 2 ديال التجربه اللي تخلي المواطن يزيد يثق في هاد الخبراء اللي كاينين المغاربه واللي كيتاخذوا قرارات وكاين مداوله وكيخرجوا في المنابر الاعلاميه باش يمكن كيتكلموا مع المواطنين. يعني ما كنشوفش انايا فينا هو السؤال، لان اي سؤال كيلقاو الجواب ديالو. راه تبارك الله من النهار اللي خرج الباس فاكسينال ديال في اكتوبر في هاد المره الاخيره، وحنا كنا نهار كاين واحد من اللجنه العلميه كيخرج كيهضر في المنابر الاعلاميه. اذا يمكن كنتكلموا مع شي واحد ما بغاش يسمعوا، واللي ما بغاش يسمع راه ما عمره ما يسمع، واللي بغى يسمع راه كيسمع. والاجراء ديال الجواز ديال التلقيح هو اجراء حضاري باش نحميو نفوسنا ونحميو الغير. ودابا كاين مثلا في اماكن اخرى كاين الناس كيقولوا ممنوع التدخين هنا، كنمتثلوا ليه الامر، وهنا هنا مسموح التدخين. وانا بحال انا بغيت نحصن هذه ساتون بول ستيريل، بغيت ندير بول ستيريل نخدموا فيها باش هذاك السيد ينتعش، باش هذاك اللي مخدم الدراويش ومخدم لي غارسون مخدم هذا يبقى مستمر في الانعاش الاقتصادي ديالو. ولهذا كنقول انا الحمد لله هذا الشيء كله اللي كيدار وكيدار في اطار ديال حالات الطوارئ الصحيه اللي كتخول السلطات العموميه انه يتخذوا جميع الاجراءات في الوقت الراهن باش يمكن يحميوا السلامه والصحه ديال المواطنين. وما غاديش نطول السيد الرئيس، لان تقريبا حتى لجميع النواب المحترمين اللي تدخلوا كلهم تقريبا تزيدوا يعززوا نفس الكلام. الا بالنسبه للناس اللي كيقولوا بان الباس فاكسينال كيمكن له يتنسى، راه فيه جوج ديال لي فيرسيون. كاين وحده صالحه للطباعه وصالحه للبورطابل. واش كاين شي واحد دابا كينسى البورطابل ديالو؟ وكلشي عنده البورطابل ديالو في يديه، داك ما يمكنلوش ينسى جواز التلقيح، راهو عنده لا فيرسيون موبيل في البورطابل ديالو في ميم شي راه كيمشي. دابا راه يمكن البورطابل ما كيفرقش الناس اكثر من الوراق الاخرين. فبالتالي على داكشي علاش ورقه على الجواز التلقيح اللي هو صالح للتحميل في البورطابل كاين، فما مشيتي كيمكن لك تدلي به بكل سهوله. ونتمنى على الله ان يكون الانخراط ديال الكل، وهذا كله في صالح ديال المواطنين وصالح ديال البلاد ديالنا وصالح الاقتصاد. كتبقى المناعه الجماعيه هي 80%، ولكن باش يمكننا نوصلوها احنا ليس في منأى من 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 من, من خطر اخر. وحنا كنلقاو مرتبطين بالمناعه الجماعيه الدوليه، لان كيمكن ما كان الحال كاين روابط، كاين اتصالات، كاين علاقات تجاريه، كاين علاقات سياحيه. فبالتالي إذا تطورت الحالة الوبائية للأحسن بالبلدان المجاورة احنا غادي نكونوا في أفضل حالة. إلا كانت الحالة متدهورة كخص يكون درجة اليقظة ديالنا أكبر فأكبر. واليوم الحمد لله راه حنا غادي في اتجاه صحيح. نتمنى على أن المواطنين عن طريقكم من خلالكم أنهم يزيدوا ينخرطوا، رغم أن رجال ونساء ورجال الصحة راه شحال هذه وحنا حالين المراكز ديال التلقيح. راه دابا كاين عرفتي شحال من فاكسينودروم وشحال كاين من ستاسيون دو فاكسيناسيون، وكيبقاو شي وحدين فيهم حتى المينوي حتى 12 د الليل كانوا هانيين، ما كيجي حتى شي واحد بشويه عليهم. لما خرج جواز التلقيح ولا الزحام ولا كلشي تيجري ولا كلشي كيقول راه ما يمكنش، راه شحال هذه راه كنا هاني كنا كنتسناو غير يجي يا ربي باش نسربي ونوصلوا داك الشيء، ولكن ما درنا جواز التلقيح. اذا قرار صائب. فلهذا انا كنشكركم على حسن الاصغاء ديالكم. شكرا السيد الرئيس. شكرا.